الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المجلس الرمضاني الذي تنظمه مؤسسة الشارقة الإعلام بالتعاون مع الجامعة القاسمية، وفي ثالث مجالسنا وفي ثالث سهراتنا في هذا الشهر الكريم المبارك. وها هي الأيام قد مضت، وها هو الشهر قد انتصف، ونحن وإياكم نلتقي هنا للأسبوع الثالث نتدارس معكم بعض المواضيع التي تفيدنا في أمور ديننا ودنيانا. نستضيف ونحتفي معكم بمجموعة من الضيوف الذين أتوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لكي يمتعونا بما حووا من علم وفضيلة. في هذه السهرة وفي هذه الأمسية وفي هذه الحلقة سنتحدث وإياكم مع ضيف كريم اعتدتم على الاستماع إليه عبر شاشات التلفاز وعبر الإذاعات ومن خلال المحاضرات العامة. يتمتع بسهولة في الطرح، يصل إلى القلوب قبل أن يصل إلى الآذان، يحدثنا دائما بأسلوبه الجميل الرائع. فأهلا وسهلا به فضيلة الشيخ الداعية سليمان الجبيلان. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. الله يحييك، حياك الله، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. آمين. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الأخوة والأخوات الصيام آمين. والقيام وصالح الأعمال. آمين آمين، جزاك الله خير. صوتك مبحوح فضيلة الشيخ. صوتي مبحوح والله، لأني لي كم يوم ما شاء الله في دبي وأتجول من مكان مكان، محاضرات يمكن في اليوم 6 محاضرات ولم يتبقى من الصوت شيئا إلا قليلا. وأنا حقيقة يوم شفتك تفاجأت، يعني خبرك منفوخ، يعني ما شاء الله. إي والله ما شاء الله، يوم هذه الدنيا يا شيخ وأنت صوتك كان عالي. طيب شيخ، هل أخفض صوتي أم ترفع صوتك؟ لا لا، أرفع صوتي. تستطيع؟ أي نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، نعم، قبل أن نبدأ في حوارنا المعتاد، أنا وأنت اعتدنا على الحوار وعلى اللقاء وعلى الاجتماع. لنا ذكريات في تلفزيون الشارقة. صحيح، قدمنا برنامج ساعة وساعة إذا نعم تذكر، وربما يذكره بعض الحضور وبعض المشاهدين. نعم. شيخنا، أيام فضيلة، بالتأكيد لك كلمة بهذه المناسبة وفي هذه الأيام. أولا نحمد الله ونصلي على رسوله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه صلاة وتسليما دائمتين إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. بادئ ذي بدء، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر حقيقة من تسبب بهذا اللقاء وهذه الجلسة المباركة، ونسأل الله أن يريدها في صحيفه يوم يلقاه. قول آمين. آمين. هذا أولا. ثانيا، أحب الحقيقة أن أعلن إعلان هام جدا جدا جدا. إعلان تجاري؟ لا لا لا، إحنا شلون تجاري؟ مدفوع الأجر يعني؟ لا لا، إعلان رباني إن شاء الله. طيب. مخلص لله. طيب. ما في أي شيء. إذا مقبول. أي إعلان لم تعلن عنه لا صحيفة الخليج ولا الاتحاد ولا البيان ولا إمارات اليوم، كل صحفكم ما أعلنت عنه، ولكن نعلن هذا الإعلان الهام جدا 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 في صحيفة الجبيلان المسائية. أقول في هذا الإعلان الهام جدا جدا جدا: إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببته. وأشهد الله على حب أهل الإمارات حكومة وشعبها. قولوا أحبك الله يا إخوان. ساكتين الله يجزاكم خير. شوفكم ساكتين، ما حد يرد الله يسلمك. أنا رديت نيابة عنهم فضيلة. هذا أولا. ولولا غلاكم ما زرناكم. والحقيقة قبل 2 أو 3 إن لم تخني الذاكرة سمعت أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي افتتح هذه الجامعة قبل 2 ولا 3، يعني 2.5. أيوه، فكنت هنا عندي محاضرة فسمعت عن هذه الجامعة القاسمية للدراسات الإسلامية، ودعيت والله للدكتور سلطان القاسمي ودعيت له بظهر الغيب، لأن هذه الجامعة على حسب علمي أنها ليست لأهل الإمارات خاصة، صح يا شيخنا؟ لأني صليت في المسجد ورأيت من إفريقيا ورأيت من أوروبا ورأيت من الصين. صحيح. فالحقيقة يعني أنا تعرفوني راعي ضحك الحقيقة، لكن والله غرورت عيني بالدمع، لأنه يقول الشاعر: هبط السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني إيش؟ أبكان. يوم رأيت هؤلاء من الجاليات الغربية والأوروبية من دول الشرق ومن دول الغرب، قلت هذا توفيق وسداد من الله للدكتور سلطان القاسمي صاحب السمو الشيخ، والله توفيق له أن أقام هذه الجامعة. تصور هؤلاء الذين تخرجوا، هذا من الصين وهذا من أوروبا وهذا، سيرجعون إلى بلادهم إيش؟ سفراء، علماء سفراء، وسيرجعون معلمين لبلادهم، وسينشرون هذا الدين السمح الحنيف. صحيح. لا سيما هذه الجامعة فيها نخبة من الدكاترة ونخبة من المعلمين الذين الحمد لله سيبسطون لهم هذا الدين ويبينونه بدليله. عندما ترى مثل هذا الصرح المبارك، وكنت قد سمعت هذا الخبر قلت يا رب أنت تكرمني بأن أدخل هذه الجامعة، قولوا ما شاء الله علي، استجاب الله دعائي، عشان تعرفوني دعوة مستجابة ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. فأنا الآن في هذه الجامعة وفي مسرح الجامعة، فرحت والله الحقيقة. لماذا؟ لأن العالم الآن في حاجة إلى هذا الدين الإسلامي، في حاجة أن يعرف سماحة هذا الإسلام، لأن الإسلام كما ترون يشوه عن طريق الإعلام، وربط الإعلام بالإرهاب، والإرهاب بريء عنه وبريء منه. لذلك عندما يخرجون هؤلاء من بلاد من هذه الجامعة يذهبون إلى بلادهم سيكونون سفراء هذا الدين الإسلامي. وأعلم علم اليقين أن الجامعات الإسلامية سواء الجامعة أو غيرها تجد أن الدكاترة قبل أن يعلمونهم الشرع يعلمونهم الأدب والخلق، صح يا شيخنا؟ صحيح. يعني سيستفيد هذا الرجل الذي أتى من أفريقيا أو من أوروبا أو من أي دولة، سيتعلم الدين الإسلامي لأن هي للدراسات الإسلامية، وسيتعلم آداب الإسلام، أخلاق الإسلام، سماحة الإسلام، وهذا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. عندما جاءه رجل قال يا رسول الله، يا رسول الله العن المشركين العنهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما بعثت لعانا إنما أنا رحمة مهداة. عندما يأتون هؤلاء من الغرب والشرق يدخلون الجامعة يجلسون بين الدكاترة ويعلمونهم هذا سيكونون رسل خير. فأقول والله وبالله وتالله هذا توفيق من الله وسداد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في هذه الجامعة القاسمية الإسلامية. نسأل الله أن يخرجهم، نقول أمين، بكل توفيق وسداد كل الطلاب. آمين. ونسأل الله أن يوفقهم بعد التخرج أن يكونوا رسل خير في بلادهم ينفعون شعوبهم، لأن الشعوب، أنا توي جاي من كوريا الجنوبية من القريب، يقول محافظ المنطقة اللي جنب العاصمة، العاصمة سيول اللي جنب الميناء، قالوا تعالوا يا العرب خذوا هذه أرض مجاني من عندي هدية ابنوا عليها مركز إسلامي، لأن شوف العرب صاروا يأتون بكثرة. يا سلام. فالحمد لله بنينا مركز، وفعلا الآن يفطر في هذا المركز في رمضان ما يقل عن 2000 و3000 ما بين يعني عربي وما بين كوري أسلم بفضل الله. المبنى اللي احنا شرفنا عليه أسلم في وقت بنائه 10، المهندسة الكبيرة أكبر مهندسة أسلمت وسمت نفسها عائشة، وأسلم واحد ثاني يسلم نفسه علي، حتى أنني أقبلت وأنا مسافر فقالت لي المهندسة عائشة بليز بليز مستر سليمان، تقول لي من فضلك أستاذ سليمان، قلت وات هابن، قالت لو سمحت هؤلاء صديقاتي كلهم مهندسات أبيك تكلمهم عن الإسلام لعل أن يهديهم للإسلام. كوريا الجنوبية الآن فيها إقبال على الإسلام عجيب، هؤلاء الذين يدرسون طلاب سيذهبون رسل. فنسأل الله أن يجازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي وأن يبارك في عمره كلامين، وأن يبارك في صحته، وأن يجعله ذخرا للإسلام المسلمين. ذكرت نقطة في غاية الأهمية فضيلة الشيخ. الآن الإسلام يشوه للأسف، وكثيرا ما يشوه من أبنائه بسلوكهم بتصرفات بفهمهم للإسلام الخاطئ. ما الذي يجب علينا أن نفعله تجاه هؤلاء أو تجاه كذلك إسلامنا وديننا؟ قبل ما نفعله نحن نقول لغيرنا ممن ينظر للإسلام النظرة. كنت في بريطانيا عام 1995، إما خانتني الذاكرة، فكان رجل جنرال كبير في البحرية وأنا قاعد مع الشباب الخليجي يعطيهم درس، فتكلم نفس كلامك، فصار يتكلم في الإسلام وأنا تارك له المجال، يعني ما حاولت أصادمه، وترى هذا من الأدب، وأنا ما شاء الله عليه يقولوا ما شاء الله من اليوم أنا صغير وأنا أمي تسميني المؤدب ما شاء الله عليه. الله يحفظك. فخليته ياخذ راحته ويتكلم متحمس لأن الحكمة أنه إذا تكلم الشخص أن تستمع إليه قد يفرغ، ومن الأدب النبوي حتى ولو كان يسيء للإسلام، حتى ولو يسيء تسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شيخنا موجود الوليد ويعرض عليه وقال يا محمد إني سأعرض عليك عروض فاسمع، الرسول قال قل يا أبا الوليد فإني أسمع. شوف بكل أدب، وكان يعرض عليه الشيخ يعرف، قال له إن كان تريد منصب خليناك رئيس مكة وتأخذ كل مكة، وإن كنت تريد نساء زوج لك أحسن نساءنا، تريد مال نعطيك أحسن مالنا، كنت مريض فيك جنون نجيب لك أحسن أطباء العرب ويعالجون. والرسول عليه السلام يسمع حتى سكت لم يقاطعه. أي نعم. وبعض الكلام فيه إساءة طبعا، إذا كنت مجنون الرسول يقول أنت مجنون، هل محمد مجنون؟ محمد أعقل العقلاء عليه الصلاة، لكن مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا خليت لين بالإنجليزي فينيش. إيش معنى فينيش؟ يعني خلص. يوم خلص سألته سؤال، قلت أنت أستاذ، ما هو أستاذ جنرال في العسكرية ودرست أكيد في علم الرياضيات. قال نعم درست. قلت أنا سمعتك اسمعني وأرجو أنك ما تقاطعني بليز، يعني سلولي يعني كلمني بلطف، أنا أخاف يحمق تعرف، عسكري جنرال كبير. قلت درست في علم الرياضيات؟ قال نعم درست علم الرياضيات. قلت أنا درست في الرياضيات، وين درست في الرياضيات؟ أنه 5/4 في علم الرياضيات كم؟ 20 أو ماتش 20. لا بالإنجليزي، لا خليه بالعربي، احنا في جامعة الدراسات الإسلامية والعربية. طيب 20 قال 5/4 20 20. قلت نو مو 20 15. قال وات؟ ايش انت غريب ليش؟ قلت انا الان جاوب، انا اقول لك 5/4 15 وانت تقول لي 5/4 ب20. سعادة النقيب معانا عسكريين، سعادة النقيب 5/4 بكم؟ قال ب20 مثل ما قال الجنرال. قلت 5/4 قال ب20. سعادة الرايد قال ب20. قلت انا اقول 15 وش رايك؟ اقول لهذا البريطاني الجنرال كبير. قال نو يو رونج، يعني انت خاطئ انت. قلت ها يوم قال انت ايش؟ قال انت مخطئ، اسف قال انت مخطئ. قلت انت متاكد انا مخطئ؟ قال لي يعني 15 5/4 ب20 ب15 انا مخطئ؟ قال لي. وقلت 5/4 ب20 صح؟ قال صح. قلت طيب ايامك وشتني اسالك، هل الخطا في انا ولا في جدول الضرب؟ هو تعرف بريطاني وابيض صار وجهه احمر، لان ايه عرف يعني احرجته، لان الابيض اذا انحرج يصير وجهه احمر، اما الاسمر اللي مثلي يصير وجهه جلكسي. فانحرج. قال ها؟ قلت قل الصدق بليف. قال لا الصدق الخطا فيك انت. قلت يعني جدول الضرب سليم؟ قال نعم سليم 100%. قلت كذلك الاسلام، اي مسلم يسيء العيب فيه هو مو في الاسلام. منهج الاسلام واضح، منهج الإسلام سليم واضح. منهج الإسلام عندما بعث الله محمد نزل عليه آية وقال فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليش؟ للعالمين. أنت كإنسان غير مسلم من العالمين، البشر من العالمين، حتى من غير البشر عندما نسمع شيخنا موجود الحمد لله رب العالمين، المفسرون ماذا يفسرون العالمين يا شيخ؟ يقولون خلنا ناخذ من الطلاب ونعطيه جائزة، اللي جاوب يرفع ايده. ما معنى تفسير العالمين؟ جائزة جوال مذيعنا الطيب الحبيب، لأنه كريم وأعرف صديق عزيز ولا يبخل بالجوال حقه. الميكروفون إذا ممكن يكون موجود؟ ليه يعني ما عنده جائزة؟ على أساس تسمع الإجابة. العالمين يعني الناس. وين اللي جاوب؟ ما أشوفه. أوقف خلنا نشوفك. أيوه ما شاء الله، ما شاء الله يا إخوان، قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. الإجابة غلط. الإجابة غلط. راح أتذكر هناك. تفضل. الأنس والجن. ما شاء الله يوفقهم الصغيرين ذول، قولوا امين. امين. اجابه غلط. اجابه غلط. العالمين، ما معنى العالمين؟ كل ما سوى الله فهو عالم. كل ما، مره ثانيه؟ كل ما سوى الله. صفقوا لها، ما شاء الله عليها، هذه طالبه، هذه طالبه ممتازه. لك جائزه 200 درهم من جيبي الخاص. هذا الشيخ الجواز من عدنا. لا خلها. الجواز من عدنا. طيب خلاص. سجلوا اسم الاخت معك. 200 درهم لك. لك 200 درهم. الجائزه من المؤسسه. كله طيب. قال العلماء صح شيخنا العالمين. ها؟ طالبة في الجامعة القاسمية. الأخت طالبة في الجامعة ما شاء القاسمية. الله ما شاء الله، هذه من ثمرات الجامعة. قال العلماء الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل ما سوى الله فهو عالم، فالإنس عالم والجن عالم والطير عالم والوحش عالم والحيوان عالم، هؤلاء كلها المخلوقات محمد رحمة لها. هل في صحيح على التفسير من العلماء؟ العلماء يفسرون، هل صحيح ان محمد صلى الله عليه وسلم رحمه حتى على الحيوانات؟ انا اسمح لي والله بطلع من جيبي قروش مخلع 200 دينار ريال، انا معي فلوس مضيقه علي. سؤال ثاني؟ مضيقه علي القروش. سؤال اي سؤال ثاني. طيب العلماء يقولون رب العالمين كل ما سوى الله عالم، فالجن عالم والانس عالم والطير عالم والوحش عالم والحيوان عالم، هل محمد صلى الله عليه وسلم رحمه للحيوان؟ طيب اي الولد بالنظارات الصغير الناقة الذي اشتكت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعتوا؟ ذكر مثال الناقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فإذا بالناقة تأتي تضع فأها عند أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أين صاحب هذا البعير؟ منه؟ قال أنا يا رسول الله، كان مع مسوقة عصا صغيرة. قال ويلك اتقي الله في هذه البهيمة فإنها تشتكي إلي منك. الناقة تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مشهور، الشيخ موجود، شيخنا موجود بعد، مشهور هذا الحديث. بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل زانية بغي دخلت النار بسبب ايش؟ دخلت الجنة بسبب ايش؟ أنها سقت كلب. يقول عليه السلام: بينما امرأة تمشي في طريق بلغ بها العطش ما بلغ ووجدت بئر فنزلت إلى البئر فشربت، فعندما صعدت وجدت ايش؟ شوف العلماء ايش يقولون. الله أنا تو أكلم الشيخ عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما كنت أكلمك. يقول الشيخ هذا الحديث، هذا الشرح من الشيخ سمعته عام 1969 ميلادي. يقول ما شاء الله عليه، إيه هذاك الوقت كان يجي من الساعة 3 التلفزيون السعودي إلى أذان العصر. في يوم جاء شرح هذا الحديث الله يرحمه، قال والرسول عليه السلام قال بينما امرأة تمشي ثم قال إذا بكلب. الكلب نجس ولا طاهر؟ ها يا إخوان، نجس، يعني ما قال بعير ولا قال قرة ولا قال عنز ولا قال قطة، هذه طاهرة تدخل البيوت صح؟ ومع هذه يوم سقط كلب نجس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فغفر الله لها فأدخلها الجنة. والتي أساءت إلى البس، الهرة باللغة العربية، التي أساءت إلى الهرة وين كان مكانها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أسري بي رأيت النار ورأيت امرأة حبست في إيش؟ في هرة. الهرة نفس ولا مي نفس؟ الرسول عليه السلام مما علمه ربه يعلم أن هذه بهايم، وهي بهايم قد تحبك حب شديد إذا أحسنت إليها، وقد تسيء إليك إساءة شديدة إذا أحسنت إليها. أنا عندي في البيت برسة صغيرة جابها ولدي عبد العزيز، صغيرة ضعيفة، وجابها فعطفنا عليها فصرنا نطعمها وسميناها بوبي. إيش اسمها؟ بوبي. وصرنا نطعمها وكبرت، نطعمها زبادي نادك وتونة قودي. كبرت والله يا اخوان اذا غبت جيت عندكم في الامارات يومين ثلاثه مثل الحين، امس كنا عند الشيخ احمد محمد وبكره في الديوان، فاقعد 4 ايام. اذا جيت مجرد ادخل البيت تجي عند رجولي تركض، سبحان الله، تقعد عندي، سبحان الله. انا عارف ترى، هي ترى تقول كذا، تقول لي وينك لك كم يوم ما شفناك. فالحيوان الرسول عليه وسلم ارسل رحمه له، ارسل رحمه، وما ارسلناك الا رحمه ايش؟ للعالمين. فعندما اتكلم مع الجنرال الكبير وبديت ابين له انبهر الجنرال ذا، تغير وجهه. قلت له: انت ماخذ صوره للذين يسيئون للاسلام، ولا الاسلام مو هو، ما يمثل الاسلام، لا يمثل صالح ولا خالد ولا محمد ولا ابراهيم، ما يمثلهم. الاسلام يمثل نفسه، صح ولا يا اخوان؟ مثل جدول الضرب يمثل نفسه، واحد في واحد، اثنين، واحد كم نسيت؟ واحد في واحد، واحد باثنين، واربعه في خمسه، 20. لكن يجي سليمان الجبيلان ويخطئ في جدول الضرب، أقول لا أنت مخطئ، أما جدول الضرب سليم، أنت مسلم، فجرت، فعلت، سويت، هذا مو الإسلام. الإسلام لا يبيح أذى أي إنسان، مو، شوفوا يا إخوان احفظوا هذه العبارة، مو أذى حسي، تعرفون ايش معنى حسي؟ يعني يا أخوي المذيع أنا وياه تهاوشت ورفعت يدي وصقعت صقعة قوية، هذا يسمونه أذى إيش؟ لا تخاف ماني زينك زين، هذا يسمونه أذى إيش؟ هذا حسي. لا، الشريعة صارت أدق من هذا، تحافظ حتى على المشاعر الداخلية. أعطيك حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتناجى اثنان دون إيش؟ أنا والشيخ ومعنا واحد ثالث في السيارة رايحين لدبي، هو يسوق وأنا بجنبه، معك أتكلم أنا وياه، واللي قاعد ورا. شرعا يا شيخنا يجوز؟ لا يجوز شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. السبب يا محمد يا رسول الله يا حبيبنا؟ قال: فإن ذلك إيش؟ يؤذيه، لا، فإن ذلك يحزنه. ما يبي اللي وراء يضيق صدره، لهالدرجة الشريعة. لا يا حبيبي، أعطيك بعد أدق في حفاظة مشاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشيخنا موجود ويصحح لي. جاء رجل يريد أن يذبح ذبيحة فسدح، يعني كما في اللغة العربية أضجعها، صح يا شيخ؟ لأن الشيخ مدرس لغة عربية، دكتور في اللغة العربية. أضجعها، يوم أضجعها هذا الرجل الله يهديه صحابي جليل، ماذا جعل يصنع؟ جعل ايش؟ يحد ايش؟ الشفرة، والشاة تنظر اليه. وش قال الرسول؟ من يعرف نعطيه جائزة؟ ايوه يا اخي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا ذبح احدكم فليرح ذبيحته وليحد شفرته. يا اهل مصر نشكركم، جوابك غير صحيح، الله يجزاك خير، واعذرني، وشهد الله على حب مصر. شفت واحد مصري في الاسانسير لابس كرافتة وشخصية في الرياض، وقلت: كيف حالك؟ قال: طيب. قلت: متزوج ولا ادعي لك؟ قال: ادعي لي يا شيخ، والله مش متجوز. قلت: ارزق زوجه صالحه؟ قال: امين. قلت: حبيبه؟ قال: امين. قلت: طيبه؟ قال: امين. قلت: حلوه زيي؟ قال: والله مش حتجوز. قلت: يا اخي امي تقول لك حلو. قال: والله انت ماخذ امك مقلب، والله مش حتجوز. اقول لك ضجعها وصار يحد السكين والشاة تنظر إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك أتقتلها قتلتين؟ سمعتوا؟ أتقتلها إيش؟ قتلتين. قتلتين. يقول لا تحد السكينة قدامها. لها مشاعر ولا ما لها مشاعر؟ رد يا إخوان، لها مشاعر، لها حاسيس. بل الحمامة اللي جات تفرفش على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بعض الصحابة فراخها، وش قال المصطفى؟ قال: من أفجع هذه في إيش؟ في فراخها. وأمس أنا عند أحد الشيوخ في دبي قلت لهم من دقة وسماحة الإسلام والناس اللي يطبقون الإسلام صح، اللي يطبقونه صح، أن رجلا عندنا في السعودية يبي يرمم، تعرفون ترميم البيت؟ يبي يغير ديكورات البيت، صيانة، عنده طيق، درايش بالإنجليزي، ويندو 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 ويندو، شبابيك. يوم ناظر إلى الحمام معشش، هنا حمامة مع فراخها، هنا حمامة. رفض وقال ما سوي شيء إلى ما تفرخ هذه فراخها ويطيرون، ويفقش هذا بيضة ويطيرون، احتراما وتقديرا ورحمة بيش؟ بهذه الطيور. يا الله، هذه رحمة الإسلام، هذا اللي يمثل الإسلام صح. أما يجي واحد يسيء الأدب في أوروبا، ولا احنا نسافر برا دائم ونشوف من بلاد المسلمين من أولاد العرب من يمثل الله لكن يسيء الإسلام، يتلفظ الألفاظ السوقية، إنسان للأسف لا يمثل دينه ولا إسلامه. ونرى نخبة من المسلمين، رأيت في ولاية دالاس في أمريكا مصري ما شاء الله دكتور في جامعة دالاس، والله العظيم هو زوجته أسلم على يدينا 600 أمريكية ما شاء الله، والمصري ده 2000 أمريكي. أفطرت عنده في البيت، أخلاق وأدب واحترام. الناس الذي يمثل دينه، يمثل اسلامه، الناس تاثرون. الجنرال ذا نرجع لقصته، يوم ناقشته وبينت له ابشركم رجعت للسعوديه، قالوا لي الاخوه اللي كانوا معه، قال ابشركم عبد العزيز اسلم للجنرال. ما شاء الله. اسلم الجنرال كبير بالحجه والمنطق والاسلوب الجميل والرحمه. وسلولي صح، باللطف صح ولا لا؟ ما هوش عليه، ما الدين ما الله قال لي محمد لا اكراه في ايش؟ في الدين. حتى في مكه قالوا تعال يا محمد خلينا نحل بيني وياك حل وسط، وش رايك؟ قال الرسول ابشروا، وش تبون؟ قالوا وش رايك نعبد الهك سنه وتعبد الهنا سنه، صح يا شيخنا؟ وش قال الرسول؟ من يعرف؟ انا بعطيكم جوائز افرح والله 200 و300. ها ايوه يا بني، عطى الميكروفون عشان ياخذ، عطى الميكروفون اخ عمر. انتم كم ميزانيه جوائزكم يعني؟ كم تبغى انت الشيخ؟ حاضرين طيب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أحسن، ما شاء الله، صفقوا جزاك الله خير. هذا نص واضح، قرآن واضح يبين سماحة هذا الدين. يقول له أنتم لكم دينكم، ما قال لا أنتم مجنون، أنتم لا عاملهم برفق. وهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يا أخوان ما يشد على الناس، كان رفيقا بهم صلى الله عليه وسلم، كان والله يقول لمعاذ وهو إمام العلماء، صح يا شيخنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: معاذ إمام العلماء يسبق العلماء برتوة. ايش معنى رتوة؟ أعطيك 500 من جيبي. رتوة، اصبر. الحمد لله، هذا حجر. خذ الحجر وارمه بقوة، شوف وين يصل. إذا وصل الحجر هناك معاذ في هناك والعلماء هنا، ومع هذا الرسول يا معاذ يا معاذ يسر ولا تعسر ويش؟ وبشروا ولا تنفروا. يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل إيش؟ أهل كتاب. يا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلى الله، فهنا هم أجابوك لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ 5 صلوات. فهن هم أجابوك لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى فقرائهم. وش كمل الحديث؟ من يعرف؟ وسكت الرسول، ما قال له يا معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم شهر صيام. والله يا إخواني يستحق جائزة 500 اللي يعرف. أنا أستحي من الدكتور اللي أقدمه من جيبي، لكن يستاهل حتى 1000 إن عرف. ليش الرسول ما قال لهم أن الله افترض عليكم شهر رمضان؟ الآن فرض عليهم الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة وترك الصيام. أقول لكم يا إخوان السبب، العلماء يقولون رحمهم الله ابن حجر وغيره، لأن الرسول أرسل معاذ بن جبل في أول السنة، قيل في شهر 2 صفر، وقيل في شهر ربيع الثالث، قبل رمضان كم؟ 6 شهور. فليس من الحكمة أن يقول لهم إيش؟ عندكم شهر صيام، خلهم شهر 3، شهر 4، شهر 5 يتقوى إيش؟ إيمانهم، تقوى صلاتهم، تقوى طاعتهم، ثم أخبرهم بعد 4 شهور أن الله افترض عليهم شهر. وهذا ديننا، وهذه سماحته، وهذه حكمته. لو والله كل إنسان، كل مسلم، أشوف هذه السفر برا الغرب ذول يا اخوان ترى اسرع ما يكون الاسلام، والله اسرع ما يكون الاسلام، بس مثل ما قال اخوي اسانا الاسلام بتصرفاتنا وما يدور في الاعلام وتشوفونه، فالناس كرهوا الاسلام. تقول لي وحده امريكيه عجوز عند شلالات اللي قلتها لك تويه، شلالات نياجرا، والله العظيم يا اخوان اني قاعد زي كذا واتفرج على الشلالات، قاعد بلبسي ذا واتفرج، وتجي عجوز امريكيه توخر كل الناس، زحمه من الصين ومن اليابان ومن الخليج يتفرجون على الشلالات اللي فعلا خلق الله عظيم فيها. انا شفتها، اللي راح منكم شلالات شافها تبهر العقول، صنع الملك وهو الله. فقاعد كذا وجت العجوز وقفت على راسي قالت يو فيري 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 بيوتيفل. اي والله يا اخوان ايش معناها؟ ايش معناها؟ قول فيري ما اعرف. تقول انت جميل، مو مره واحده، ثلاث مرات، جدا جدا جدا. يو فيري 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 بيوتيفل. اي والله. قلت لها ادري، اصلا امي دائما تقول لي كذا. اي والله ضحكت العجوز بالانجليزي. معي يشهد لذلك مهندس طيران الان تخرج من بريطانيا ايام كان يدرس. قلت له تعال انا الانجليزي عندي شوي. فجاء طوالي فتكلمت معها، قالت انت يعني شكلك، انا طبعا لابس الدشاسه الخليجيه ذي، قالت انت شكلك غريب، يعني من اي كوكب نازل؟ قلت والله انا من كوكب عنيزه، ديرتي بلدي القصيم. فجت عجوز ثانيه كبيره وقفت بجنبها، انا طبعا اول ما جت وقفت احترام وتقدير، فتكلم مع الاخ فقلت ارجوكي لو سمحتي انت امراه كبيره مقام الوالده اقعدي لان في كراسي. قالت اشكر، هيا فيري ثانك يو، تشبهني بامك؟ قلت نعم انت مقام الوالده. قالت طيب انا الثانيه. قلت انت عمي ترقيه تعال. انا عندي عمتي مضاوي حي الله ما تعبه بصحه وعافيه، يقول امين امين، يقول ما شاء الله عمره حول ال100، يقول ما شاء الله، خالتي منيره بعد حيه ما شاء الله عمره حول ال100، يقول امين، والدتي ما شاء الله الله يحفظها، وجده صديقي زوجته عمره 125، لا تقولوا ما شاء الله ماتت قبل رمضان. الله يرحمه الله يرحمه. قعدت الامريكيه البريطانيه ذي الامريكيه وتكلمت معهم قليل عن طريق اخونا المهندس فؤاد. والله يا اخوات يا اخوان يا اخوات بعد تقريبا ربع ساعه غرورغت عينيها بالدمع، اقسم بالله باحرف القسم الثلاثه اللي يعرفها الشيخ، والله وبالله وتالله، قالت انا عمري قارب ال80 اول مره اسمع هذا الكلام عن الاسلام. شوف عجوز طعنت في السن، تقول اول مره بحياتي اسمع هذا الكلام. صار المقصرين من المقصرين؟ نحن المسلمين نفسهم. صحيح. والا عشان كذا نحتاج مثل هذه الجامعه، يتخرج هؤلاء الطلاب، يتخرجون هؤلاء الطالبات فينقلون صوره حسنه عن الاسلام. هذا إسلامنا، هذا ديننا. جميل، فضيلة الشيخ يعني في ذات المحور إلا أننا نريد أن نتعمق قليلا في الحديث. بعض الآباء يسيء إلى بعض تعاليم الإسلام، بعض الأمهات يسيء إيش؟ يسيء إلى بعض تعاليم الإسلام، أي. يوجه أبنائه بطريقة غير مناسبة، الأم أحيانا تجبر ابنتها على بعض الأمور بطريقة غير مناسبة، طريقة التخويف والترغيب والترهيب لا نحسن استخدامها في بعض الأحيان. في بعض الأحيان كذلك طالب العلم قد يعكس صورة ليست جيدة عن الإسلام لزميله الطالب الآخر. أريد تعليقك على هذه النقطة. أما الآباء مع الأمهات فنحن نعرف أن في أمريكا وأوروبا رقم خاص صح لمن؟ للأطفال. ولد عمره 5 6 7 8 9 سنين يضربه أبوه شو يسوي؟ يدق طوالي 9 6 9. عندنا الدورية عن البيت. عندنا رقم خاص في الشارقة كذا. عندكم ما شاء الله رقم، عندكم ما شاء الله؟ نعم ما شاء الله، التوفيق من الله الحاكم الحمد لله. صحيح. لأن الأطفال هل الأصل فيهم العنف ولا الرفق؟ ها يا إخوان، هل الأصل في تربية الأولاد العنف أم الرفق؟ أحمد الله من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فإيش؟ بحدث. ولدي أستاذ محاضر الجامعة، سألوه قالوا يا عبد العزيز أبوك دائما يتكلم عن التربية ويقول إني ما قد مد يده عليك من يوم عمرك سنة ولا أنا عمرك 24. قال والله صدق أبوي، والله ما أذكر مد يده علي أو أعطاني كلمة سيئة. الآن أستاذ ما شاء الله، قولوا ما شاء الله عليك، متزوج وعنده أولاد. أعتبر أنا الآن لست فذر، أعتبر الآن جراند ماذر، مو جراند ماذر جراند فذر جد. ولدي الآن يشهد لي ما قد قلت له كلمة سيئة، ما أقول إلا يا حلو يا عسل يا قمر، هذا كلامي لولدي. ولدي أحمد كذلك كان في الجامعة سيتخرج ما شاء الله، وبناتي في الجامعة ما أذكر أنني أسأت لهم بكلمة. لماذا؟ لأن الرسول قدوة. هل أحد يستطيع يجيب معجم اللغة العربية كلها عن محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أن محمد قال كلمة واحدة سيئة؟ يقدر أحد؟ أتحدى أي واحد والله. والله لا أكتب له من حسابي الخاص شيك ب10,000 درهم ب100,000 درهم، إن جاء بكلمة واحدة بذيئة قالها محمد لا بعد بعثته ولا قبل بعثته. يقدر أحد؟ أبدا. كل كلامه كان سبحان الله. يعني أجل ليش مايكل هارت يألف كتاب وهو نصراني ويسميه كتاب الخالدون ويحط فيه 100 عظيم ويحط محمد أول واحد، أول واحد حط في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال له أنت نصراني كيف تحط محمد وأنت نصراني وتحط عيسى الخامس؟ قال لا محمد غير عيسى، هذا نبي وهذا نبي، لكن عيسى جاء القوم محددين، أما محمد للعالمين واستطاع أن يغلب نظام البشرية ويروح الكل غير المسلمين. قائد الشيوعية ومؤسسها من هو؟ من هو يا شباب؟ كارل ماركس، صح؟ كارل ماركس يوم جاء يموت آخر حياته انظر إلى مذكراته في بريطانيا قبل لا يموت قال الآن أعترف وحق لي نعترف أن محمد نور نزل من السماء أنارت به الأرض. والله سمى محمد نور ولا ما سماه؟ سماه ولا ما سماه؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان، سورة النساء، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم إيش؟ نورا مبينا. لذلك أنا أتألم لما أشوف أب على قولك يسيء الأدب إلى أولاده. نظام الغرب في هذا أحسن منا ترى للأسف. نظام الغرب فعلا ما يضرب ولده صغير. اللي يدرسون أولى ابتدائي والروضة دكاترة في الجامعات، ما يجرون عنا بعض المدرسين أنهم يضربون الطلبة. ها إيش رأيكم؟ ناشرين بهالبيت واتس طالب 5 ابتدائي واللي درسه مدرس تحفيظ قرآن وقاعد يجلد جلد العبد. هذا الشريعة ما تجوز. فإن قال قائل أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر في الضرب وقال مروا أبناءكم للصلاة ل7 واضربوهم ايش؟ ل10. فأين المخرج من هذا الحديث؟ من يعرف نعطيه جائزة 500 درهم؟ الميكروفون موجود. صحيح ترى قد يرد عليك هذا، احنا نسافر برا ويصير معنا نقاشات في بريطانيا في اوروبا في دول الغرب والشرق، يقول نبيكم يامر بالضرب، ايش نقول له؟ نقول له هات لي طفل، هات لي طفل اخذ، هات يدك اوقف، طفل اخذ بول انا حين الاب وهذا الطفل، لا يعني تصور نفسك صغير ما يخالف، اخذ هذا الطفل عمره 7 سنين تصور، وكل يوم رايح 5 مرات المسجد وراجع 5 مرات، لو حسبته بخلال السنه اضرب 5 مرات في يوم 150 في سنه، بعد 3 سنوات وصل 10. اسمع يا اخي، اسالكم بالله هل الابن يروح المسجد لحاله ولا يمسك ابوه؟ لن يحتاج طبيعي. هذا جربنا بعيالنا، انا امي الله يمتع بها ويسكنها الجنه، قولوا امين. ابوي مات وانا صغير، فكانت امي حتى الائمه والسلف كانت زي كذا، الام توصل الي باب المسجد، صح يا شيخنا؟ هو صغير تلبس العمامه وتدي المسجد، فربتني امي، احلف لكم بالله من يوم عمري 5 و6 الى الان عمري فوق قارب 60 ما فاتتني صلاة، لأن من اللي رباني على الصلاة؟ قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة إيش؟ ل7 واضربوهم. لن يحتاج الأب إلى ضربي بعد 3 سنوات. الأب يتجاوز الجملة الأولى من الحديث ويأتي في ال10 يضرب هذه الأولاد وهو لم يأمر. أما القضية الثانية اللي قلتها وش هي؟ البنات، الأمهات. لا أحد البنات، لا معاملة البنات أشد، وخصوصا إذا كبرت. ليس الولد يمكن إذا صار 14 15 كرجل يعتمد على نفسه صح، لكن البنت مناسقة لأبوها تحتاج عاطفة أكثر، لأن معروف البنات عواطفهم أكثر. أنا أشوف بناتي أصلحهم في الجامعة كيف عاملتهم وكيف أقول لهم، هذا شيء ثاني. لكن أنت سألت شق ثاني من سؤالك وشو؟ طلبة العلم. طلبة العلم، أي إنسان طالب علم حتى بصرف النظر عنه طالب علم مسلم هو يمثل هذا الدين، يروح للخارج يروح لأي دولة. أنا أعجبني أسأل الله أن يسكنه فسيح الجنان، قول امين. الدكتور غازي القصيبي معروف، دكتور مشهور عندنا كل الناس يعرفونه. يوم رحت كوريا الجنوبيه تفاجات ان شلدرن عيال صغار ما شاء الله حافظين القران حمارهم على 10، استغربت قلت هذول شلون؟ يقول انا ابوه وهذا جدي، شلون؟ قال الدكتور غازي القصيبي جاء في السبعينات كوريا الجنوبيه، شوف السبعينات في ذاك الوقت، فكان يدعونا ويتكلم معنا عن الاسلام بس كلام، فحنا اسلمنا والفضل بعد الله للدكتور غازي القصيبي الله يرحمه رحمه الله. يعني مثل دينه ومثل اسلامه، مات غازي والان الناس تصلي في كوريا الجنوبيه بصحيفه هذا الرجل. فالانسان بصرف النظر انه طالب علم، اذا كان طالب علم فالمسؤوليه اكبر، صح ولا يا شيخنا؟ مسؤوليه اكبر، لكن ما دام انت مسلم. الناس كنت في مطار هيثرو في لندن، فكان في واحد عربي سكران، باذني سمعت الضابط يقول لاخوه لصاحبه، ما يقول له هذا سكران، يقول ذس مسلمان. ايش معناها؟ معناها يا اخوان؟ نسب الخمر من الإسلام، لا يقول ذي مسلمان يعني هذا مسلم لكن يشرب الخمر، فيبي يسيء الإسلام ذكر أنه مسلم، لأنه يعرف أن الإسلام يبيح الخمر. ردوا يا إخوان، ردوا يبيح الخمر الإسلام؟ أشوفكم ساكتين، لأن في واحد يقول لا يا أخي نشرب يا أخي، نشرب أطفحية يا أخي، خلينا نشرب يا أخي في الله نستانس. ماشي من واحد شرب خمر وصار صاحي. في جريدة دبي العام اذكر واحد سكران دخل في مطعم، فيقول الهندي انت ما يشوف مطعم؟ قالت ليش تفتح المطعم بوسط الشارع؟ بوسط الشارع يا سكران، انت سكران. عندما تاتي للغرب، الغرب يتاثرون بقدوه. فاذا كان اب هناك يعيش، احنا رحنا، انا قعدت شهرين في شارع كين ستريت تعرفونه في بريطانيا، شهرين والله يا اخوان اقسم بالله في مركز ابو بكر الصديق، مسجد بانين اخواننا العرب هناك. يوم جيت اسافر كانت بجنبنا عجوز امراه كبيره يعني طاعنه بالسن، وكنت كل ما طبخنا شيء ودينا لها، نسوي ملوخيه بالفراخ نودي لها، نسوي باميه نودي لها، كل ما نطبخ نودي لها. يوم جينا نروح تبكي تقول انا حبيتكم يعني انتم اخذتوا قلبي، انتم ايش تصرفاتكم ايش تعاملاتكم ذي؟ قلت والله هذا اسلامنا يامرنا بحسن ايش؟ حسن الجوار. طيب فضيلة الشيخ اريد الانتقال لمحور اخر كذلك. نحن في شهر رمضان المبارك ونرغب كذلك بأن نتطرق لبعض المواضيع الخاصة بشهر رمضان. حلو. يبدأ شهر رمضان المبارك والمساجد ممتلئة ما شاء الله بالصلوات، وشيئا فشيئا تقل هذه الأعداد حتى تأتي الأيام الأخيرة والناس منشغلة بالأسواق، منشغلة بالتجهيز للعيد. ماذا تحث هؤلاء الناس؟ بماذا لا شك أن علماء المسلمين ذكروا أن الإيمان يزيد وينقص، صح يا شيخنا؟ إذا بدأوا رمضان الناس تخلو في الصيام والقرآن والصلاة، فالإيمان طوال يرتفع، ارتفع الإيمان يوم يومين، هذا الإيمان يرتفع، والصلوات والتراويح بدل أن تكون تعبد قوي وتوجه قوي صارت ترجع كأنها صارت عادة، شوي شوي تجد الإنسان يضعف، هذا طبيعة الإنسان، لكن لو زاد في إيمانه، زاد في تلاوته، زاد في صلاته، زاد في قراءته. ولذلك لماذا لم تجعل ليلة القدر في العشر الأوسط؟ صح يا شيخنا؟ ما كانت، لماذا لم تجعل في العشر الأول؟ لماذا جاءت في العشر الأواخر؟ لأنه قد يضعف الإنسان يضعف فيقول له رب العزة والجلال يلا جدك العشر الآن اجتهد حصل ليلة القدر، فإن حصلتها أخذت أجر الشهر كله. قال عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطبيعة الإنسان إذا جاور الشهر هذا في كل الدول الإسلامية، أنا إمام مسجد لي 30 سنة فعلا، أول ما نبدأ المسجد مش 6 7 هم يتناقصون، لأن الإيمان بدأ إيش؟ ينزل، والعبادة بدأت تخف، والتوجه بدأ يقل. لا بد الإنسان أن يحافظ على مستوى من الإيمان، بحيث أنه كما قال ابن مسعود إذا كانت فترتك إلى ترك سنة فهذا لا بأس، أما إن كان ترك واجب أن تنام الفرضين الثلاثة عن الفريضة فهذه مصيبة وطامة كبرى. نعم، أيضا فضيلة الشيخ بعض العادات وبعض السلوكيات الإنسان يلزم نفسه على تركها، بعض العادات السيئة أقصد في شهر رمضان، فتجد في كثير من الأحيان عف اللسان، هادئ تماما، لا يرد على الناس إلا بالطيب والكلام الطيب، اللهم أني صائم، وما أن ينتهي رمضان حتى تعود له هذه السلوكيات مرة أخرى. طيب أنت سألتني أنا بسألك، إيش الدليل؟ أني أعرف إخواني على ليش؟ وش الدليل؟ إنه يعني على قولك كل الأشياء ذي مضبوطة، وبعدين فجأة بعد العيد يتغير. ما نشاهده يعني. لا في شيء مهم. ها؟ ما اسمع شو؟ لا مو بطنه فاضي، حتى في الليل بطنه مليان شوربه ونخي. صح ولا مو صح؟ صحيح. قال العلماء لان الانسان عنده شيء في الشرع وشيخنا موجود اسمه الاراده. فالانسان عنده اراده استطاع ان يمسك لسانه على قولك خلال شهر رمضان، حتى لو ان واحد سابه او شتمه يقول اني ايش؟ صح. طيب الحكمة هنا تأتي في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايش؟ تتقون. طيب كم يا رب نتقيك؟ كم؟ رمضان كم؟ 30 يوم، شهر. فالله يقول لك خذ هذا الشهر دورة الآن، دورة كاملة مدة شهر، مسكت لسانك، عفيت في كلامك، تحسنت أخلاقك، صرت حتى هادي. لاحظ الناس يا إخوان في رمضان ما تلاحظونهم هادين؟ تشوفونهم بالإنجليزي يسمونهم كويت بيبل، هادين صح؟ طيب الآن أنت هادي، عندك إرادة تحكمت فيها. أضرب لك مثال مع احترامي لكل إنسان يشرب الدخان، إذا قال الله أكبر الفجر الساعة 4:12 يمسك عن الدخان ولا ما يمسك؟ اللي يدخن يمسك ولا ما يمسك؟ إلى الساعة كم؟ إلى الساعة 7:15، كم ساعة؟ 12 ساعة. لكن أخونا مدخن الله يوفقه ويهديه ويصلح قلبه، تلقاه عند الأذان وش يسوي؟ ما تلاحظون بعض المدخنين، انا اشوف انا يعزموني ناس تلقاه حاط البكت على السفره، صح؟ التمره منا والسجاره منا. هو الان حطم الاراده ولا قوى الاراده؟ حطمها. أعطاه والله إرادة صادقة مخلصة أنه أمسك عن المحرمات ومنها الدخان إلى الساعة 7:15. لو أراد الشخص اللي هو صالح ولا محمد ولا سليمان أن يدخن قوى الإرادة إلى بعد المغرب إلى بعد العشاء، أنا أضمن له ضمان، ورأيت هذا بعيني مئات مو عشرات، مئات ذهبوا معي للعمرة، مجرد أن يذهب يوم يومين وأقول له يا عبد الله يا أبو عبد الرحمن امسك نفسك يومين ويترك الدخان باقي عمره. فاللي ماسك لسانه وهو يسب على قولة غير رمضان لو قوى نفسه سيأتي عليها اليوم اللي فعلا ما يستطيع لسانه إلا أن يقول كل خير. وأنا أنصح يا أخوان خصوصا اللسان ده، اللسان كان رضي الله عنه أبا بكر يمسك به، وش يقول؟ ماذا يقول؟ يقول هذا الذي أوردني إيش؟ الموارد، المهالك، الموارد. أنا أتكلم لكم عن نفسي، جربت. تبي تخلي لسانك حلو؟ تدرب كما يتدربون أهل الكاراتيه وأهل كرة القدم وأهل الطائرة وأهل السلة وأهل أي لعبة، أي لعبة رياضية ما يتدرب صاحبها. رد يا إخوان، أهل الجودي يسمونه كاراتيه، ما يحطوا لهم صالة ويلبسون حزام وتدرب. أنت كذلك تدرب نفسك. كيف أتدرب على الكلام الطيب؟ من يعرف أعطيه جائزة. أنا ودي الآن فعلا أتدرب على إنساني ما يعرف إلا يقول يعني كلام ما ودي أقول لك، كلام بذي معروف. كيف أتدرب على كلام الطيب؟ واحد معنا في الحج يقول، واحد عامل في الحج يوم عرفة، يقول للعامل وأنا أسمع بإذني، أنت ما تفهم الله لا يوفقك. الله إيش؟ لا يوفقك. كان واحد حكيم قاعد يسمع، قال يا أبو خالد لو شلت اللام كان أحسن. لو شلت إيش؟ اللام. إذا شال أبو خالد اللام وش يصير؟ الله يوفق. هو يقول الله لا يوفقك، قال له بس شيل اللام الله يوفقك. المسلمين أنا أسمعهم في كثير من الدول الإسلامية، كثير الأصوات مجرد أن يصير تاتش هل يطلع كلام طيب ولا كلام بذي؟ ردوا بصراحة، كلام بذي. نفلك على واحد، أنا هذا من باب الأمانة ما رأيته بالإمارات، ما رأيته، لكن في بعض دول الخليج لف على واحد وأنت غلطان، أنت غلطان بشر. أول ما تلف وش يقول لك؟ يقول يا إخوان بصدق، جاوب ما يقول. يقول ما في شيء حيستفيدون الناس. وش يقول لك؟ أنا أقول لك إيش قال لي، أنا كم مرة قالت لي ما تشوف يا حمار، صح ولا مو صح؟ لا حول ولا قوة. أنا قالت لي كم مرة، يقول لي طيب ليش ما يقول لي ما تشوف يا غزال؟ الغزال مو حيوان يا شيخ، حيوان مو حيوان، حيوان. الحيوان غزال حيوان والحمار حيوان، بس بدال الحمار حطني غزال يا أخي، حطني غزال. حلوة ولا مي حلوة؟ الرسول في البخاري يقول الكلمة ايش؟ الطيبة صدقة. هذا أسألك وقلت له ما تشوف يا غزال، أعطيته كلمة ايش؟ كلمة طيبة. ترى يا إخوان، ترى الكلمة الطيبة الواحد فوق ترفع فوق السماء إذا كانت حلوة، والكلمة السيئة تنزل الواحد تحت. أبى أعطيكم مثال، كلكم المتزوجين الليلة كلكم إذا رحت البيت، إذا جيت نادي زوجتك، وأنا دائما أسويها مع زوجتي وحرمي المصون، قل لها يا نحلة يا نحلة، تنبسط ولا ما تنبسط يا شيخنا؟ ليش تنبسط؟ لأن النحلة نافعة ولا ضارة؟ ها نافعة، يطلع منها عسل، وهي عارفة حرمتك إنك قلت لها نحلة، إن معناته إنها طيبة. والله إني مرة يا إخوان جربت، قلت لزوجتي مع عبد العزيز يا نحلة يا نحلة، جت طايرة. جربتها أنا، لكن كرمكم الله والمجلس والحاضرين والمشاهدين الكرام، قل زوجتك يا ذبانة، قل لو شف يقول لك احذر نفسك يا أخي، إيش شايفني أنا؟ لأنه يعرفون أن الذبانة بالهلسيا وطوزنتاريا وحمى شوكية كل الأمراض تنقلها الذبانة. فأنا أقدر أعود نفسي. أعطيكم فائدة تتعودون، جربتها أنا في السبعينات ميلادي، أول الثمانينات، عندما سمعت ابن الجوزي يقول، ابن الجوزي يا شيخ يقول تدربت على الكلام الطيب والقول الطيب، فكنت أضع أمامي حصى وأتكلم. أنا صرت يعني من فكرة رحمه الله ابن الجوزي أخذت فكرة ثانية. والله يا إخوان أقعد قدام مراية، من اللي قدامي؟ أنت. شلون؟ المراية. اي صح. واحد الله يهديه ماخذ مراية ومصرقع هو خويه، فهذا نظر قال الله هذا أنا، يوم أخذها هو قال له يا أخي هذا أنا أكيد أنا. فالمراية قدامي، والله يا إخوان صرت أوقف قدامي على المراية وأتكلم مع نفسي، كيف حالك يا حلو؟ شلونك يا عسل؟ كيف حالك يا قمر؟ كيف حالك؟ خلاص دربت نفسي. بعض الشباب ترى الشيخ المحكمة أرسل علي واحد قال يا شيخ اني رحت للشيخ بكتب سكة طلاق على الحرمة، وقال ما اكتب لك سكة طلاق لين ما اتكلم سليمان الجبيلان. قلت طيب وش تبي؟ قال يا شيخ قلم. قلت وانت بتطلق صحيح؟ قال لي. قلت ليش بتطلق؟ قال يا شيخ ان حرمتي كلمة حمقت علي، قالت احمد ربك اني قبلت فيك زوج، اصلا ولد خالي فلان خطبني، ولد عمي فلان خطبني، وولد فلان خطبني، بس اللي قبلتك احمد ربك. قلت انت من جدك تقول؟ قال لي من جدي. تقول لي ولد خالي ولد عمي مو عيب؟ انا ماني رجال شاربي بوجهي؟ وقلت رايح المحكمة تبي تطلق زوجتك وعندها 4 أطفال عشان قالت لك ولد عمي خطبني ولد خالي خطبني؟ بسأل واحد منكم عاقل لو قالت له امرأته هذا الكلام يطلقها؟ كان عنده عقل ما يطلقها. قلت وانت رايح تطلق؟ قال لي يا شيخ اي حط نفسك محلي. حط نفسك ايش؟ محلي. قلت يا حبيبي ويا كحل عيني ويا تاج راسي، من دون ما احط نفسي محلك زوجتي المصونه قد دائما تقول لي هالكلام. قالوا تسكت يا شيخ؟ قلت لا يا قمر ما اسكت ما اسكت يا حبيبي. قالوا ايش تقول؟ قلت اقول لها انت صادقه يا زوجتي المصونه، انت اكرمني الله بك فانا اشكر، وانا ابتلاك الله بي فتصبرين فتعيشين بين الصبر والشكر. صفقوا لي الله يجزاكم خير. والله صحيح والله صحيح. قال من جدك يا شيخ؟ قلت والله العظيم انه هذا كلامي لها خلال 30 سنه. قال يعني اقول لك كذا؟ قلت بتعيش بسواء بامان؟ قل لها الكلام يا اخوان، قل لها الكلام. ادفع بالتي هي اسوء ولا بالتي هي احسن؟ ها يا اخوان بالتي احسن. بالتي احسن. توجهت بالكثير من الاسئله للحضور. الان استاذنك بان اترك الفرصه كذلك للاخوه والاخوات اذا كانت لديهم بعض الاسئله. يا اخي 5 دقائق. بنترك الفرصة إذا كانت هناك بعض الأسئلة في 5 دقائق إن شاء الله أو أكثر قليلا. طيب 7 دقائق إذا كانت هناك أسئلة، وإذا لم تكن هناك أسئلة سنختم مجلسنا إن شاء الله. ترى إخوان ما تعشوا جوعانين. طيب أنت لو تسمح لهم الله يجزاك خير راح يتعشون. نعطيهم فرصة. طيب إذا في أحدهم يقول إلى الفجر شيخ. جزاكم الله. صعبة طيارتي الساعة. الشيخ تعبان، الشيخ تعبان. طيب في أسئلة ولا نختم لقاءنا؟ هناك في الخلف تفضل. تفضل يا اختي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس امس تكلمت عن الشيطان بس ما اعطيتنا طريقة كيفية التخلص من وسوسة الشيطان خاصة للإنسان الملتزم. شكرا اختي. سألته رحمه الله العلامة الشيخ محمد العثيمين عام 1401 1981 ميلادي 1900. أنت سألت الشيخ؟ سألته. هذا تعرفونه عالم جليل من علماء الأمة الكبار رحمه الله. وقد بدأت بالتدين، وبدأت مثل ما قلت كنت أسمع للشعراوي، بدأت أتدين فكنت أتعب في الوسوسة، فرحت للشيخ، قلت يا شيخ أنا تعبت. قال يا بني يا عبد العزيز إذا جاك مع حطاقة هوى وأزعجك الهوى ماذا تصنع به؟ قلت تغلق النافذة، إذا جاك إذا المثال الباب يجيك مع ريح سده واستريح. قلت طيب وشلون يا شيخ؟ قال اقطعه، ليس علاج للوسوسة إلا القطع. تعرفون شلون القطع؟ يعني قلت الله أكبر أبى أصلي صلاة المغرب وجاني الشيطان قال لي ما كبرت أعد التكبيرة، وش أسوي يا شيخنا؟ ما أكبر. كبرت من يوم تقول كذا يجيك الشيطان يقول لك يا أختي قال لك أعد التكبيرة لا تعدينها. شايب عندنا يقول في واحد دخل المسجد وكبر يصلي، يوم كبر يصلي والناس في المسجد يصلي تحية المسجد. نعم. قال كذا هو يصلي تعجب الجماعة. قال يا فلان الله ديك يوم كبرت مرتين قلت كذا ليش؟ قال انا ذكي. قال شلون؟ قال يوم كبرت جاني الشيطان قال انك ما كبرت اعد التكبير. قلت يا شيطان ما اقبل كلامك الا باثنين شهود واثنين مزكين. تفضل. طيب في اسئله اخرى هناك في الخلف؟ عن حال الامه الاسلاميه نرى بان المجتمع الاسلامي كأنه يرفض تعاليم الإسلام. ما السبب في أنها دائما في نفور دائم عن الشريعة السمحة السهلة مع أن المجتمعات الأخرى تطبق نفس التعاليم، يعني نفس التعاليم الإسلامية تراها في مجتمعات أخرى غربية لا تقتنع الدين، لا تقتنع أي شيء من الدين الإسلامي، ولكن نرى بأنها يعني تشابه الأمة الإسلامية في شريعتها لا في أفعال أفرادها. ما السبب في أن الأمة الإسلامية أبناؤها ترفض هذه التعاليم كل يوم؟ لا شك أن الأمة الإسلامية في ضعف، ولا ريب أن الشيطان يجتهد على الإنسان كائنا من كان، وأن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه قوله لأقعدن لهم ايش؟ صراطك المستقيم. هذا طبيعي، يعني الأمم الدول الشيطان قاعد لهم، يعني الشيطان حسبه، يعني لو بسأل أي واحد أقول لكم أنا موظف في الأوقاف والمساجد، الشيخ موظف في الإعلام، الشيخ ما هي وظيفته الخاصة؟ لو تطلع له بطاقة شخصية تحط وظيفته، وش وظيفته؟ رد يا شيخ، وش وظيفة الشيطان؟ وظيفة الشيطان يا اخوان وش؟ يعني الشيطان معكم ولا تعرفون وظيفته؟ ترى معنا الشيطان، الحين ترى حاضر ومحاضر الشيطان. كل واحد منا الآن مع شيطان ولا ما مع شيطان؟ الآن في شهر رمضان تصفت الشياطين. لا حتى في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم في البخاري، ما منكم من أحد إلا ومعه إيش؟ قرين. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فإيش؟ فأسلم. أما كل البشر معهم شيطان. الشيطان قاعد للناس ما يبون التعليم الإسلامية ولا يبون، قاعد يضلهم. منهم من يوفق، أنا أمس عند سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد الملتقى لقيت محاضرة بعنوان أكبر مشهور في العالم، أكبر مخلوق آسف، أشهر مخلوق، أعطيت جائزة، أكثرهم ما عرفوا. ما تعرفون ايش المخلوق يا اخوان اللي الحيوانات تعرفه؟ واحد قال موسى وواحد قال عيسى، لا 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 هذول مو كلهم. من اشهر مخلوق؟ من هو؟ ابليس. الحمير اذا شافته تنهق، صح ولا مو صح؟ صحيح. فيا اخي لا تستغرب، وهذا طبيعي، بل ان هذا ذكر عليه السلام في قوله بدا الدين غريبا وسيعود ايش؟ غريبا وطوبى للغرباء. قالوا من يا رسول الله؟ قال اناس قليل في اناس كثير يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. فلا تستغرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيش؟ شر منه. شكرا لك فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليك، أمتعتنا وأفدتنا واستمتعنا معك في هذه الدقائق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك. وكذلك الشكر موصول لكم أخواني وأخواتي على حسن المشاركة والحضور الطيب الكريم، والشكر لمن يتابعنا خلف الشاشة وكذلك من خلف المذياع. نلتقي بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى، إلى اللقاء والسلام عليكم.